الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، المهذب وما زلنا أحسن المهذب وما زلنا مع نفقات المعتدة، المهذب وما زلنا مع نفقات المعتدة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فرع حتى لو الرحم أجبروا على ذلك وجب عليه الوصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فرع وإن طلقها طلاقا بائنا فقلنا القوابل إن بها حملا فأنفق عليها فبان أنه لا حمل بها أو ولدت ولدا لا يجوز أن يكون منه، نعم طبعا لا يجوز أن يكون أقل من 6 أشهر أو بعد 4 سنوات، فإن قلنا أنه يجب عليه أن يدفع إليها نفقات كل يوم بيومه، كان له أن يرجع عليها بما دفع إليها من النفق لأنها لا تستحق النفق، سواء دفعه بأمر الحاكم أو بغير أمره، وسواء شرط أنه نفق أو أطلق أنه نفق ولا للحمل، وهي الحمل ليس منه، نعم، وسواء دفع بأمر الحاكم أو بغير أمره، وسواء شرط أنه نفق أو أطلق لأنه دفع إليها النفقة على أنها واجبة عليه، وقد بان أنه لا نفقة عليه لها فيرجع عليها، وإن قلنا إنه لا يجب عليه الدفع إلا بعد الوضع نظرت، فإن كان قد دفع إليها بحكم الحاكم كان له رجوع لأن الحاكم أوجب عليه الدفع وقد بان أنها لم تكن واجبة عليه، بان أنها لم تكن واجبة عليه، وإن دفعها بغير حكم الحاكم فإن كان قد شرط أن ذلك عن نفقاتها إن كانت حاملا فإنه يرجع عليها لأنه بان أنها ليست بحامل، فيرجع عليها بالنفقة التي أنفق عليها بها، ولأنه استحقت النفقة بحملها، ولأنه بان أنها ليست بحامل ولا نفقة لها عليه، وإن دفعها من غير شرط لم يرجع عليها بشيء لأن الظاهر أنه تطوع بالإنفاق عليها. وهذه مسألة مهمة، هو الاختلاط، هل هي كانت تستحق النفقة أم لا في وصف يراه، فإحنا قلنا بأنها إن كانت الطلقة بائنة فإنه ينظر في مسألة أحامل هي أم حائل، لأن الحائل لا نفقة لها ولا سكنة على الراجح الصحيح، وهذا قول أحناف خلافة للشافعية الذين يقولون لها السكنة لكن ليس عليها النفقة، يعني ليس عليه النفقة لها، هذا إذا بانت منه بينونة كبرى. هنا عندنا يعني سننتهي إن شاء الله من نفقة المعتدة أيضا وندخل على نفقة الأقارب بعدها، لأنه المسألة كلها على ضابط وأصل أصيل بيناه في هذا الباب. فرع قال أبو إسحاق المروزي: ولا يجب للبائن الكسوة إن وجبت لها النفقة. طبعا البائن بينونة كبرى ليس لها النفقة. هذه البائن من بينونة كبرى ليس لها النفقة، لابد أن تعلموا ذلك، لأنها لا تستحق النفقة، لأن فاطمة بنت قيس قد طلقها زوجها فبت طلاقها، فبعث لها بكيل شعير فسخطته، فلما ذهبت إلى النبي قال: ليس لك عليه من شيء، يعني أنت ليس لا يجب عليه أن ينفق عليك، فتسقط النفقة بالبينونة الكبرى، وتجب النفقة إذا كانت حاملا، والخلاف في مذهبنا هل النفقة تكون للحمل أم للحامل لأنها حامل. مسألة، قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكل ما وصفنا من متعة أو نفقة أو سكنة فليست إلا في نكاح صحيح، يعني معنى ذلك ما يترتب، لأنه النفقة دي مما يترتب من الأحكام، إذا كانت الأحكام بدايتها باطلا فما كان باطلا فإنه ما يترتب عليه يكون باطلا لا يكون حقا، إذا كان باطلا لا يترتب عليه إلا الباطل. ذلك قال أن النفقة والسكنة نعم لا تكون إلا في نكاح صحيح، وجمل ذلك أنه إذا تزوج امرأة تزويدا فاسدا كالنكاح بلا ولي ولا شهود أو في عدتها فإنه يفرق بينهما، فإن كان قبل الدخول فإنه لا يتعلق بالنكاح حكم، وإن كان بعد الدخول فلها مهر المثل وعليها العدة ولا سكنة لها، ولأن السكنة تجب عن نكاح صحيح ولا نكاح هنا، وأما النفقة فإن كانت حائلا فلا نفقة لها، لأنه إذا لم تجب النفقة للبائن الحائل في النكاح الصحيح فلألا تجب لها في النكاح الفاسد من باب أولى، وإن كانت حاملا فإن قلنا إن النفقة تجب للحامل لم تجب لها هنا نفقة، لأن النفقة إنما تجب لها عن نكاح صحيح له حرمة، وهذا النكاح لا حرمة له، وإن قلنا إن النفقة للحمل وجب لها النفقة لأن هذا الولد لاحق به، فهو كما لو حملت منه في نكاح
صحيح، هذا بالنسبة للفاسد. الحمل له أحكامه في هذا الباب، ولأنه لا يضيع هباء منذورا. نعم. أما إذا وقع النكاح صحيحا ثم انفسخ بالرضاع أو عيب بعد الدخول، وجد في كشحها بياض، وجدها رتقاء، وجد عيبا فردها، فإنه يجب عليها العدة، قال شيخ إسحاق، وتجب لها السكنة في العدة، بل وتجب عليه النفقة لها في ذلك. أما النفقة فإن كانت حائلا لم تجب، وإن كانت حاملا وجبت، لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة، فكان حكمها ما ذكرناه في الطريق. حتى لو كانت حائلا، ما ذنبها أن كان فسخا في هذا الباب؟ أليست مرهونة على ذمته؟ إلا إذا قالوا أنه لا عدة في هذا الباب، والفسخ لا عدة فيه. قال شيخ أبو حامد وابن الصباح، حكمها في السكنة والنفقة حكم النكاح الفاسد، لأن يعني ليس لها نفقة ولا سكنة، هذا معنى حكمها حكم النكاح الفاسد. قال شيخ أبو حامد وابن الصباح، حكمها في السكنة والنفقة حكم النكاح الفاسد، لأن حكم النكاح الذي ينفسخ بعد الدخول حكم النكاح الذي يقع فاسدا. فرع، وإن قذف امرأته وهي حامل. قذف، أتعلمون أنه إما يقام عن الحد وإما اللعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفلان أمية، البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فرع، وإن قذف امرأته وهي حامل ونفى حملها فلعنها إن فسخ النكاح بينهما واعتدت بوضع الحمل، ولا نفقة لها في حال عدتها، لأن النفقة للحمل في أحد القولين، ولها لأجل الحمل في الثاني، والحمل غير لاحق. الحمل غير لاحق لأنه نفاه، فإن كان غير لاحق فليس لها في ذلك النفقة، لأن نفقة الحمل في أحد القولين، ولها لأجل الحمل في الثاني، والحمل غير لاحق به، فلم تجب لها النفقة. وهل تجب لها السكنة؟ حكى القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق في وجهين، لا تجب لها السكنة، لما روى أن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المتلاعنين أن يفرق بينهم ولا يجتمعان أبدا، ولا نفقة لها ولا بيت، لأنهما مفترقان بغير طلاق انفساخ، فلذلك لا سكنة لها ولا نفقة كالطلاق الباقي. وثانيا لها سكنة، قال ابن صباغ لم يذكر الشيخ أبو حامد غيره، لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة فهي كالمطلقة. قال ابن صباغ، ذكرنا فيما مضى أن الفسخ الطارئ بمنزلة النكاح الفاسد، الفسخ الطارئ بمنزلة النكاح الفاسد، وهذا فسخ وإجاب السكنة يناقضه غير أنه يتعلق بقول الزوج، فجرى مجرى قطع النكاح بغير الطلاق. وكما قلنا في الخلع، إذا قلنا إنه فسخ وإن لعنها ولم ينفي الحملة، قال الشيخ أبو إسحاق، وجبت لها النفقة، وإن أبان زوجته بالثلاث أو بالخلع وظهر بها حمل فنفاه، وقلنا يصح لعانه قبل الوضع فلعن، سقطت عنه النفقة وتسقط عنه السكنة. إن قلنا للملعنة السكنة التي قبلها فهنا أولى، والصحيح أنه لا سكنة لها، هذا الصحيح. وإن قلنا في التي قبلها لا سكنة لها، قال القاضي أبو طيب، احتمل هنا وجهين، لها سكنة لأنها اعتدت عن طلاق، والثاني لا سكنة لها لأن نفقتها قد سقطت لأجل اللعان، هذا صحيح. فكذلك السكنة، وإن أكذب نفسه بعد اللعان لحقه نسب الولد، وكان عليه النفقة وعليه السكنة، وبأثر رجعي أيضا، هذا إذا أكذب نفسه وانتفى في مسألة اللعان. نعم. قيل، فهل قلتم إنه لا نفقة لها لما مضى على القول الذي يقول إن النفقة للحمل، لأن نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان؟ قلنا إنما نقول ذلك إذا كان القريب هو المستوفي لنفقته، وها هنا المستوفي هي الزوجة، فصارت كنفقة الزوجة فلا تسقط بمضي الزمان. إن الراجح في الحمل أن النفقة لها من أجل الحمل، أن النفقة لها من أجل الحمل مسألة، وأما المعتدة المتوفى عنها زوجها لا يجب لها النفقة. المعتدة المتوفى لها، المتوفى عنها زوجها فلا يجب لها النفقة، حائلا كانت أو حاملا. وبيقال ابن عباس وجابر وروي أنهما قال لا نفقة لها، حسبها الميراث، حسبها الميراث، وهذا الحق، هي أخذ من ميراثه هذا ما فيه نفقة عليها وعلى أولادها. وذهب بعض الصحابة إلى أنها إذا كانت حاملا فلها النفقة، وقيل أنه مذهب أحمد، والصحيح أنه لا نفقة لها، لأن الميراث يكفيها، لأن الميراث يكفيها. ودليل أنه لا يخلو إما أن يقال هذه النفقة للحامل أو للحمل، فبطل أن يقال إنها للحامل، لأنها لا تستحق النفقة إذا كانت حاملا، وبطل أن يقال إنها للحمل لأن الميت لا تستحق عليه نفقة الأقارب فلم تجب.
هذا بالنسبة للنفقة. أما بالنسبة للسكنة، هل يجب لها السكنة؟ في قولان، والصحيح أنها لا يجب لها السكنة أيضا، كما قلنا، لأن الله تعالى قد رزقها بالميراث، والميراث يكفيها في ذلك، الميراث يكفيها في ذلك. فرع، إذا تربصت امرأة المفقود وتزوجت بآخر، يعني كما قلنا احنا نقول تنتظر أمدا، تنتظره أمدا، وإن كان عمر الخطاب قال بأنها تبقى 4 سنوات ثم القاضي أو الحاكم أو ولي الأمر أو وكيل ولي الأمر يقضي بفسخ النكاح. إذا تربصت امرأة المفقود وتزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها فرجع الأول، فإن قلنا بقوله الجديد لا تقع الفرقة، أو قلنا تقع الفرقة في الظاهر دون الباطن، فأتت بولد يمكن أن يكون من الثاني ولا يمكن أن يكون من الأول، فإن عدتها تنقضي من الثاني بوضعه وترد إلى الأول بعد وضع الولد. وإن أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فإن قلنا بقوله القديم وأن الفرقة تقع ظاهرا وباطنا، فالولد للثاني. وإن قلنا بقول الجديد وقلنا بقول القديم، وقلنا أن الفرقة تقع في الظاهر دون الباطن، فإن لم يدعه الأول فإن لم يدعه الأول فهو للثاني، طالما المحل أو قلنا الوقت يسمح بالنسبة. نعم، فهو للثاني، لأن أخذ استبرأت رحمها يقينا من الأول. وإن ادعاه الأول سئل عن وجه دعواه، فإن قال هذا الولد مني لأنها زوجتي وغبت عنها والزوجية باقية لم تنقطع فهو ولدي، لأنها أتت به على فراشي، لم يلتفت إلى هذه الدعوة ولا حق الثاني، لأن قد تيقنا براءة رحمها من ماء الأول، إذن يكون منسوبا للثاني لا للأول، فلا يمكن أن يكون منه. وإن قال كنت عدت إليها في الخفية ووطأتها وهذا الولد مني، وأمكن أن يكون صادقا عرض الولد على القافة، فإن لحقه به بأحدهما لحقه، وكل موضع لحق الولد الثاني فليس للزوج الأول أن يمنعها أن تسقيه اللبأ اللي هو مبدأ الشراب، لأنه لا يعيش إلا بذلك، فإذا سقته اللبأ فإن لم تولد له امرأة ترضعه وتكلفه وتكفله لم يكن له منعها من ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى تلفه، والأصل مقاصد الشريعة جاءت بدفع الضرر حيثما كان. وإن وجد له امرأة ترضعه وتكفله كان له منعها، ولأنها متطوعة بإرضاعه، وللزوج منع زوجته أو زوجته من فعل التطوع بالصلاة والصوم، فلا يمنعها من الرضاعة أولى. لكن هنا هناك فرق بين أن يمنعها من الصلاة والصوم أو يمنعها من الرضاعة، هناك فرق بين الاثنين. ما الفارق بينهما؟ فارق عندما يمنعها من الصلاة أو يمنعها من الصوم، مما فارق بينه وبين أن يمنعها من الرضاعة، ما الفارق بينهما؟ هذا السؤال لكم، ما الفارق بينهما؟ ممتازة بالوليد، نشوف الإجابات ساعة الإخوة والأخوات. الضرر ممتازة ندي، ممتازة. لا، لأن حق واجب على الفور، أما التنفل في سنة، أما الرضاع فلا حق في ولدها. جيد ألا، بس أنا نتكلم في مسألة أخرى. إذا قلنا أن الزوج يمنعها من الصلاة والصوم، يعني هم هنا قالوا فالآن يمنعها من الرضاع من باب أولى، قلنا هذا فيه نظر، بل هناك فارق بين الرضاع وبين الصلاة والصوم. الحق أن هنا الفارق الضرر أنها لو لم ترضعه لأضرت به، والأصل عدم الضرر، والأصل عدم الإضرار، والأصل رفع الضرر، الأصل إزالة الضرر، هذا الأصل. فإن أرضعته في موضع منعناها من إرضاع فيه، فإن أرضعته في بيت زوجها فلا نفق عليه لأنها في قبضته، وإن خرجت من المنزل إلى غيره بغير إذنه أرضعته سقطت نفقتها لأنها ناشز، لما تخرج بغير إذنه ناشز، فإن نشزت فلا نفقة تستحقها لأنها ناشز. وإن خرجت إلى غيره بإذن زوجها وأرضعته، فإن كان زوجها معها لم تسقط نفقتها، وإن لم يكن معها ففي وجهان بناء على القولين في السفر بإذنه. هذه كلها مسائل سردها المصنف على مسألة النفقة، وبهذا نكون قد انتهينا من النفقة للمعتدة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى النفقة، نفقة الأقارب والرقيق والبهائم وأنها واجبة. قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب، انتهينا من الباب الثاني هنا الآن.
وما زلنا في كتاب النفقات، نفقات الأقارب، انتهينا من نفقات الزوجة والمعتدة. الآن يتكلم المصنف عن نفقات الأقارب في الكتاب والسنة، بيان أن الأب يجب عليه أن يقوم بالمؤونة في إصلاح الصغار وولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة دون أمه. جملة ذلك أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده. الأصل فيه قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية إيش؟ خشية النفقة، خشية الفقر، خشية إنفاق، خشية إملاق من النفقة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله عندي دينار، قال: أنفقه على نفسي. فقال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك. وروي أن هندا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، إنه لا يعطيني ولدي إلا ما أخذه منه سرا ولا يعلم، فهل علي في ذلك شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ولأن الولد بعض من الأب، فكما يلزمه أن ينفق على نفسه، فكذلك يلزمه أن ينفق على ولده. بل جاء الأمر التصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم على ولدك، فإن لم يكن هناك أب أو كان ولكنه معسر، وهناك جد موسر، وجبت النفقة على الجد للولد، لأنه فرعه. قال مالك: لا تجب نفقة ولد الولد على الجد. دليلنا قوله تعالى: يا بني آدم، فسمى الناس بني آدم، بل وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. طيب بعد الأذان إن شاء الله. نعم، فالنفقة على الوالد، والخلاف بين العلماء في الجد هل يجب عليه نفقة ابن الابن، والصحيح الراجح أنه يجب، لأن الله تعالى سماه أبا، سمى الجد أبا، قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم. يوسف القائل بذلك، وقال: يا بني آدم. نعم، ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة، فأوجبت النفقة كالأبوة وعكسه الأخوة. فإن لم يكن هناك أحد من أجداد من قبل الأب وجبت النفقة على الأم، وبه قال أبو حنيفة. إجاب النفقة على الأم أيضا فيها نظر عند بعض العلماء. قال مالك: لا تجب النفقة على الأم. وقال أبو يوسف ومحمد: تجب على الأم، لكن يرجع بها على الأب إذا أيسر. الصحيح أنه يعني خلافا لمذهبنا أن النفقة لا تكون واجبة على الأم. نعم، عليكم السلام وبركاته، أحبك الله نحن فيه. دليلنا على مالك أن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة، فأوجبت النفقة الأبوة. قد نبطل هذا الإلحاق والقياس، وعندنا النص موجود، لأن زينب امرأة ابن مسعود قالت: لي أيتام في حجري، وابن مسعود وابن أم عبد، فقال لي: أنا وأيتامك أحق بمالك بالصدقة بالزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك فيها أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة. هذه دلالة واضحة جدا على أنه لا يلزمها النفقة، وكلام المالكية أرجح من كلام الشافعية هنا. يقول أن النفقة وإذا وجبت على الجد وولادته من طريق الظاهر، فلا أن تجب على الأم وولادتها من طريق القطع، أولى فلم ترجع. وعلى أبي يوسف ومحمد أن النفقة واجبة على من تعين نسبه، فلم يرجع بها كالجد لا يرجع بما أنفق على الأب. وقولنا على من تعين نسبه احتراز ممن ولد على فراشين، وأشكل الأب منهما، القافة تحكم في هذا الباب. فلم يكن أم وهناك أبو أم وأم أم أو أم أم، وجبت عليه نفقة ولد الولد، وإن سفل فتجب نفقة الولد على من يقع عليه اسم الأب أو الأم حقيقة أو مجازا، سواء كان من قبل الأب أو الأم، ويشترك في وجوبها العصبات وذو الأرحام، لأنها تتعلق بالقرابة من جهة الولادة، فاستوى العصبات وذو الأرحام من جهة الوالدين، كما قلنا في منع الشهادة والقصاص والعتق. إذن النفقة تجب على الوالد وعلى والد الوالد، نعم يصح، لكنها لا تجب على الأم.